مرة أخرى إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة، وهي الروح التي أشدد على وجوب توفرها في هذه المرحلة. القرارات اللي خديتوها اللي خلات في ظرف وجيز، يعني في ظرف 3 شهور بالتقريب، ما يقارب 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية صغيرة متوسطة وكبيرة، يعني فتحت وبدأت تمارس النشاط نتاعها وخلقت مناصب شغل ما يقارب 52,000 منصب شغل في وقت اللي كان فيه تقهقر عالمي الاقتصاد العالمي، وكان فيه صعب حتى الصمود أمام الموجة اللي جات نتاع البطالة ونتاع